كنا محاصرين بحلب والله طالعين، بس ان شاء الله بدنا نرجع له ان شاء الله باذن الله. طلعنا بالغصب علينا. كيف اخذ حلب؟ كيف؟ بالطيران والقصف واكل شرب ما في، وضغط علينا بالقذائف، قتلوا اهالينا اولادنا كلهم راحوا، اضطرينا انه نطلع، بس ان شاء الله بدنا نرجع ان شاء الله باذن الله. علي بيع على ليروي شلون ليلى قطعناها؟ ليش؟ بالضرب بالقصف على ليروي، فكل شيء هدول ينزل البيت فيني، كل شيء هدول ينزل البيت فيني. حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شكلها أمر لله. وخرج على الأرض.